was a success, was the second day for Parallel Youth Council. And we had attendance with everyone who attended the first day. We are so glad that we have achieved our goals and we have met all the points that we came to Tangier to do so. كنت مشاركة في الدورة التدريبية ديال انتخابات مجلس الجامعة، كان نموذج ديال انتخابات مجلس جامعة طنجة. دازت الدورة في أجواء تدريبية ناجحة، ما كانش عندي ديجا شي اكسبيريونس أنني حضرت على شي انتخابات ديال مجلس الجامعة، ولكن اليوم استفدت من هاد الاكسبيريونس هادي. مجموعة المهارات والمعارف الجديدة في شتى المجالات والمواضيع التي تم تناولها كالحكامة الجيدة، إضافة إلى المقاربة التشاركية وعلاقتها بالتدبير العمومي، إضافة أيضا إلى اليوم الثاني الذي اشتغلنا فيه حول محاكاة يعني مجلس الجماعة. هذه الورشة التكوينية يعني أنصح كل الشباب بالانخراط في هذا النوع من هذه الورشات، وستكون يعني فرصة مناسبة لهم لكي يكتسبوا يعني العديد من المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسياسات. يعني حاولنا أننا نقوموا بالنمذجة للمحاكاة ديال بناء التحالفات. حنا كمعارضة فشلنا في بناء التحالفات، بقينا كمعارضة أننا يعني الدور ديالنا هو أننا ننتقدوا البرنامج ديال العمل ديال المجلس، ونشوفوا الأمور اللي كاين فيها اختلالات، ونحاولوا أننا نعطيو اقتراحات ونسهروا على تحقيق واحد النوع ديال الشفافية في داخل المجلس.